معنا هنا مرة ثانية حجر الأساسي لسب القوام والقائمين للمركز الإسلامي السلفي فرع البنات. هذا البناء إن شاء الله قد تتم إلى 8 طبق. اليوم هذا الدور الأول التحتاني، ندعو الله تعالى أن يوفقنا لإتمام هذا البناء وأن يوفقنا المتورعين لإنفاق في هذا المركز، المركز السلفي في نودة بلارة الشهي. علماً أن هذا المركز هي أهم أكبر المراكز في بنغلاديش للسلفيين، علماً لأن الدعوة السلفية في بنغلاديش الحمد لله تجري من هذا المركز إلى أناحي البلاد. نرجو للمتبرعين أن ينفقوا لهذا المشروع. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جلت قدرته: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وها أنا أخوكم في الله محمد أمان الله بن إسماعيل المدني، خريج جامعة الإسلامية عام 1990 ميلادية من مدينة النبوية، ومحاضر عبر قناة السلام للدكتور زاكر نايك حفظه الله ورعاه وبارك الله في علمه وفي فضله ودعوته. ونحن الآن في سدد التأسيس مدرسة البنات تحت جمعية تحريك أهل الحديث الذي يترأسها فضيلة الدكتور أسد الله الغالب حفظه الله ورعاه وبارك الله في علمه وحياته وإيمانه وعماله وخدماته. وخدماته واسعة جدا ما شاء الله في هذه الدولة التي فيها منتشرة من الشركيات والبدعة والخرافات والخزعبلات. ولله الحمد والمنة، نحن بدأنا في ضد هؤلاء الخرافيين عن طريق الدعوة وطريق التعليم، خاصة تعليم للبنات والبنين. وأنتم تعلمون أن هذه الدولة تعليمنا هنا غالبا في الاختلاط والتبرج والسفور. فنحن تحت إشراف هذه الجمعية بدأنا أو أسسنا هذه المدرسة، ولله الحمد والمنة قد يقوم هذه المدرسة يوم من الأيام إلى الجامعة للنسائية في هذه الدولة. فنريد من إخوان المحسنين أن يحسنوا وأن يتبرعوا لهذه المشاريع الخيرية جزاهم الله خيرا. فندعو الله للجميع أن يتبرعوا لهذه المشاريع الخيرية في أنحاء العالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال جلت قدرته: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا التعاون بالبر والتقوى، فنراكم التعاون وجزاكم الله خيرا. الآن عندنا موجود الدكتور سخاوت حسين، مجلة شهرية علمية دينية والثقافية، مجلة التحريك. وهذا الأخ مخلص الرحمن بن أرشاد المدني حفظه الله، أحد الدعاة في ضد الخرافيين في هذه الدولة. فنشكر الله أولا وآخرا، ونشكر كمان إخواننا المتبرين وجزاهم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد عبد الحي شمس الحق من راج شاهي، خريج من جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
الآن الداعية والمترجم بالمكتب الدعوة والإرشاد بالصناعية القديمة بالرياض. هذا المركز مركز الإسلامي السلفي قسم البنات، تبرع فيها بعض الإخوان، تقبل الله خدمتكم وجهودكم. نسأل الله ثم من المتبرعين أن تراعوا إلى هذا المركز لكي يتبنى البناء الإسلامي الخالص إن شاء الله العزيز. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الكريم، معكم مخلص الرحمن بن أرشاد، خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكذلك خريج من الجامعة الإسلامية دار العلوم بالهند. والآن الحمد لله أقوم في دعوة، وكنت محاضرا لقناة السلام للدكتور زاكر نايك حفظه الله ورعاه. والآن جئت كي نذكركم ونذكر لكم لهذه المدرسة التي ترونها. هذه المدرسة تحت جمعية تحريك أهل حديث بنغلاديش، وهذه الجمعية الحمد لله أسست على التقوى وما زال كبير الحمد لله في هذه الدولة جد المبتدعين والقبوريين مشركين وجد الخرافيين. وهذه الجمعية معروفة بين العوام والخواص. الحمد لله مدرسة ثانية لهذه الجمعية مركز المركز الإسلامي السلفي بعيد من هنا تقريبا نصف كيلومتر، وهذه مدرسة للبنات خاصة الحمد لله. ما زالت هذه المدرسة منذ سنوات ويعيشنا ويسكننا هناك الحمد لله البنات فوق 800 أو 700. والآن هذا المبنى أسس على ثمانية دور، وهذا الدور في داخل الأرض تقريبا 10 مليون تحت الأرض، وهذا ثمانية دور هكذا يكون 9 مباني إن شاء الله في هذه المدرسة. لهذه المدرسة أرجوكم أن تتقدموا وتقوموا بدعم هذه المدرسة، وأن يوفقنا أن نجاهد أو نشارك لدعم هذه المركز وللمسلمين ولأمة المسلمة خاصة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا محمد شريف الإسلام بن محمد زين العابدين، أحد خريج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمملكة العربية السعودية. ونحن الآن في مدرسة التي تراها اسمها المركز الإسلامي السلفي، وأنا كنت أدرس في هذه المدرسة المباركة وأخذت شهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من هذه المدرسة المباركة، ثم قبلت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالشهادة الثانوية التي أخذت من هذه المدرسة المباركة. وأيها المسلمون الكرام، هذه المدرسة التي قد أسست على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، وهذه المدرسة مكون بقسمين، قسم للبنين وقسم للبنات. قسم البنين فيها أكثر من 1000 طالب، وقسم البنات فيها أكثر من 700 أو 800 طالبة. في هذه المدرسة أكبر مشكل في هذه المدرسة عدم المساكن أو عدم السكان. الطالبات الذين موجودين في هذه المدرسة هن تسكن على مشقة شديدة، فلهذا الحمد لله بدأنا بناء
مباني أو المساكن، وبدأنا المسكن هذه التي تراها. الحمد لله سيكون 8 أدوار، ويتكلف تقريبا 60 ملايين. الحمد لله نرجو من المتبرعين على صدقة جارية في هذه المدرسة المباركة. نذكركم آية القرآنية، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المتبرعين، استعدوا لدار البقاء استعدادا حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.